يا أهلاً بالفيلموية. النهاردة هلخص لكم فيلم اسمه The Boy Who Harnessed the Wind اللي تم إصداره سنة 2019، وبالمناسبة هو من الأفلام المبنية على قصة حقيقية حصلت في الواقع. لكن قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ فيلمنا بحقل من الذرة واللي فيه عمال بتشتغل، وبنشوف فجأة عامل اسمه جون بيقع على الأرض وبيموت، وبعد كده بيتعمل له جنازة كبيرة، وبنشوف ابنه الكبير اللي كان زعلان عليه جدا واللي اسمه تريوول. وفي البيت كان ابن تريوول اللي اسمه ويليام قاعد بيصلح الراديو بتاع الجيران علشان يقدروا يستخدموه ويعرفوا أنهي وقت مناسب أكتر للزراعة. وكده بنعرف إن ويليام ذكي جدا وشاطر جدا في الإلكترونيات، وليه أخت أكبر منه اسمها آني. وفي الوقت اللي كان في ويليام بيصلح سقف البيت، جه جارهم مالك الراديو وطالب بيه، بس ويليام بيقول له ان الراديو مستحيل يتصلح لان حالته بايظه جدا. وبعد كده بنشوف هدوم المدرسه الجديده اللي جابها له ابوه وامه علشان يروح بيها اول يوم المدرسه، وده كان مخليه سعيد جدا. وفعلا بيروح ويليام المدرسه وبيقابل صاحب ليه اسمه جيلبرت. ومن ناحيه تانية بنشوف ام ويليام واخته اللي بيشتغلوا في المزرعه طول النهار وبيكسبوا رزقهم من كده، بس الاثنين بيتمنوا ان اني تروح الجامعه علشان تغير لهم حياتهم خالص. وفي المدرسة بيكون ويليام لازم يدفع المصاريف علشان يقدر يروح المكتبة ويقرأ الكتب اللي فيها، وده اللي بيقوله المدير في الطابور الصبح. وبنشوف مدرس ويليام بتاع العلوم اللي اسمه كاجي جوندا، وبينصح المدرس ويليام انه يدفع المصاريف بسرعة طالما عاوز يطلع المكتبة. وبعد كده بنشوف ويليام وهو بيحاول يذاكر علشان الامتحان بتاع بكرة، لكن قلة الضوء كانت مصعبة الدنيا عليه جدا، ده غير ان مامته طلبت منه انه يسيب المذاكرة ويروح يساعد ابوه في المزرعة. تاني يوم ويليام بيروح الامتحان وبينجح، بس بيجيب درجات مش حلوة، فبيقرر يروح منطقة شبه الخرابة كده عشان يدور على حاجة يستخدمها كلمبة يقدر يذاكر عليها، وهناك بيلاقي مولد كهرباء، بس ساعتها ما بيكونش عارف قيمته فبيسيبه وبيمشي. بعد كده بيروحوا على بيت جيلبرت وبيسمع الرجالة هما بيتكلموا عن المستثمر اللي جاي وعاوز يشتري الأشجار الضخمة الموجودة في القرية، وكان أبو ويليام مش موافق لأن الأشجار دي هي اللي بتحميهم من الفيضان، ولو اتشالت أرضهم هتغرق تماما. لكن معظم أهل القرية ما اتفقوش مع كلامه وكانوا عاوزين فلوس وخلاص من شدة فقرهم، وقرروا انهم يبيعوا الاشجار. وبعد وقت قليل بيكون ويليام في المزرعة وبيسمع صوت غريب وبيعرف ان المستثمر بدأ يقطع في الشجر. وبنشوف ويليام بعد كده رايح لبيت صاحبه علشان يسمع الماتش في الراديو، بس في الوقت ده الراديو بتاع صاحبه عطل، فجيري على البيت علشان يجيب البطارية وقال لابوه انه محتاج يدفع مصاريف المدرسة عشان يقدر يدخل المكتبة. وبعد كده رجع لبيت صاحبه وقدر انه يصلح الراديو وكان مبسوط جدا هو وبيت صحابه. وهو راجع البيت شاف اخته آني والمدرس بتاعه كاجي جوندا وهم واقفين مع بعض في الضلمة ولوحدهم. وفي تاني يوم كان عاوز ينتقم فحاول انه يدمر عجلة كاجي لكن ما قدرش، فنصحه صاحبه انه ياخد اللمبة منها، بس وقتها حصلت حاجة غريبة وهي ان اللمبة نورت وهو بيلف بدال العجل، فاستغرب جدا لانه ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وفي نفس اليوم بالليل سمع ويليام ابوه وامه وهم بيتكلموا، وسمع ابوه وهو بيقول انه مش هيقدر يدفع مصاريف المدرسة لويليام. وتاني يوم المدير جمع كل الطلاب اللي ما دفعتش فلوس المدرسة وطلب منهم انهم يرجعوا للبيت وما يجوش المدرسة تاني الا بعد ما يدفعوا فلوس المدرسة. وبتحصل كارثة كبيرة والمطرة بينزل بغزارة وبيحصل فيضان وبتفسد المحاصيل كلها بسبب بيعهم للشجر اللي كان حاميهم. وتاني يوم بيقرر ابو ويليام انه يروح لواحد صاحبه شغال في مصنع سجاير علشان يطلب منه انه يعيد بيع الاشجار اللي ما اتقطعتش عشان يحمي القرية قدر المستطاع، بس صاحبه بيقول له ان ده مستحيل، وبيقول له كمان الافضل له انه يدور له على شغلة تانية لان موسم الجفاف قرب جدا بسبب قطع الاشجار والفيضان اللي حصل. وبعد كده بنشوف الارض الزراعية وهي جافة جدا والمحاصيل فيها شحة بسبب الجفاف وبسبب ان المية مش بتوصل للارض كويس، فمش بييأس ابو ويليام وبيروح لعمدة القرية وبيقول له يحاول يتكلم مع الرئيس في زيارته القريبة ليهم علشان يساعدهم ويجيب لهم مصدر جديد للمية. وبعد كده بنشوف ويليام وهو بيرجع للخرابة تاني وبيلاقي مولد طاقة بايظ وبيحاول يصلحه وبيؤمن من جواه انه يقدر يولد المية عن طريق الكهرباء ويخرجها من البير علشان توصل لكل الاراضي، لكنه هيحتاج دينامو علشان يقدر يحيي البطارية اللي بايظة. تاني يوم بيتسلل ويليام للمدرسة علشان محدش يقدر يشوفه من المدرسين او المدير. وبعد ما بيخلص حصة العلوم مع المدرس جوندا بيسأله ازاي اللمبة اللي في العجلة بتاعته بتنور، فقال له ان الطاقة الحركية بتتحول لطاقة كهربائية عن طريق الدينامو. فبيكون ويليام عاوز يعرف اكتر عن الدينامو ده وبيقول له مدرسه انه كل المعلومات اللي محتاجها موجودة في المكتبة لكنه مش هيقدر يدخلها لانه ما دفعش المصاريف. فبيحاول ويليام يبتزه وبيقول له انه هيحافظ على سرية علاقته باخته ومش هيقول
لحد لو قدر المدرس انه يدخله المكتبة، وفعلا بيقدر يدخله وبيلاقي ويليام كتاب بيتكلم عن كل ما يخص الطاقة الكهربائية. وبعد كده بنشوف الرئيس وهو بيزور القرية الصغيرة علشان الانتخابات، فبيقف العمدة وبيشكر في الرئيس الاول، وبعدين بيشتكي من شدة الفقر والمعاناة اللي فيها اهل القرية، وبيطلب من الرئيس انه يهتم بالقرية اكتر من كده. فعلى طول حراس الرئيس بيمنعوه من انه يكمل كلامه، وبياخدوه ورا الساحة وبينزلوا في ضرب لحد ما حالته الصحية بتتدهور جدا. وبتمر الايام وبيجي موسم الحصاد، وبيكون انتاج الذرة اقل بكتير من توقعاتهم، وبعد ما حسبوا لقوا ان الحصاد ده هيكفيهم لمدة 60 يوم بس، في الوقت اللي موسم الحصاد الجاي هيكون السنة الجاية بعد 12 شهر. عشان كده ابو ويليام كان مضطر انه يبيع كل حاجة في البيت علشان يقدر يأمن فلوس لعيلته علشان يشتروا بيها اكل. ولما راح السوق جني جنونه لما سمع ان الحكومة والرئيس بتنكر ازمة المجاعة دي وبتتجاهلها، وده خلاه يقرر انه يسافر للمدينة علشان ينضم لجماعة المعارضين ويسيب اهل بيته لوحدهم. تاني يوم بنشوف ويليام وهو رايح المكتبة مرة تانية، وبيشرح للمدرسة اللي موجودة هناك انه يقدر يولد الطاقة ويخرج بيها المية لكل اراضي القرية، وده هيخليهم يقدروا يحصدوا المحاصيل مرتين في السنة. وفي نفس الوقت كان كاجي جوندا بيقنع آني اخت ويليام انها تهرب معاه ويسيبوا القرية خالص. علشان كده لما راح ويليام المدرسة تاني يوم كان المعلم جوندا مش موجود، وجابوا بداله مدرس تاني طرد ويليام لما عرف انه ما دفعش مصاريف المدرسة. ولما رجع البيت قال لمامته انه اتطرد تماما من المدرسة، وفي الوقت ده شافوا ناس كتير من اهل القرية بيهاجروا من الفقر وقلة الاكل. وساعتها مامته جابت الفلوس اللي جمعوها من بيع الحاجات اللي في البيت وقالت له هات قمح على قد ما تقدر عشان تأمن لينا أكلنا. وفي الجهة التانية كان أبو ويليام في طريقه للمدينة وشاف المجاعة اللي الناس وصلت ليها وإن الناس عمالة تقتل في بعضها علشان الأكل، فقرر إنه لازم يرجع البيت لأهله وإنه غلط لما سابهم لوحدهم. وفي البيت كانت آني بتتخانق مع مامتها وبتقول لها إنها لازم تمشي مع حبيبها، في الوقت اللي دخل عليهم في حرامي وطلب منهم أكل وإلا هيموتهم، وفعلا خد الأكل اللي موجود في البيت. ولما خرج لقوا حرامية جاية بتجري وتاخد كل الأكل اللي موجود عندهم في البيت. وفي الوقت ده كان ويليام مستني عربية الحكومة اللي هتبيع القمح بسعر قليل، بس المنظر كان فوضوي جدا وناس كتير بتجري وبتهاجم على رجالة الحكومة علشان ياخدوا القمح وياكلوا. فحاول ويليام انه يستخدم ذكائه ويتسلل داخل المخزن من غير ما حد ياخد باله، وقدر فعلا انه يدخل ويشتري كمية قمح تكفيهم شهور. لكن المشكلة انه ما كانش قادر يخرج من المخزن بسبب الهجوم اللي حاصل برا من الناس الجعانة. بعد شوية قدر يفتح فتحة صغيرة ويخرج منها ويوصل للبيت بالقمح، وبالرغم من كل محاولاته دي الا ان القمح ما كانش كافي انه يقضيهم لحد موسم الحصاد الجاي. ساعتها ويليام وابوه بيقرروا انهم يتقشفوا وياكلوا وجبة واحدة في اليوم. والايام فضلت تمر والتقشف عمال بيزيد والحالة بتبقى اصعب اكتر، فقرر ويليام انه يروح لاخته ويخليها تطلب من حبيبها انه يديها الدينامو علشان يستخدمه. وبيصحى ويليام تاني يوم الصبح بيلاقي اخته سايبة لاهله جواب انها هربت مع المدرس جوندا، بس كانت سايباله الدينامو اللي هو عاوزه. فحاول ابو ويليام وامه انهم يروحوا للمدرسة علشان يعرفوا عنوان المدرس جوندا، لكن المدير ما كانش عارف بيته، وقال لهم كمان ان المدرسة هتقفل في الوقت الحالي علشان الازمة الاقتصادية اللي بنمر بيها. وساعتها طلب ويليام من المدير انه يدخل المكتبة وياخد منها الكتب اللي هو عاوزها، وفعلا بيقدر يتعلم ازاي يصنع مولد يقدر من خلاله يحرك المية من البير للاراضي الزراعية. واتجمع ويليام مع اصحابه وقدر يصنع نموذج صغير من المشروع اللي عاوز يعمله، وقدر يخلي الراديو يشتغل من غير بطارية عن طريق الطاقة الحركية. وساعتها اصحابه امنوا بيه وقرروا انهم يقفوا جنبه ويساعدوه علشان يعمل مشروعه. وبعد كده بيروح ويليام لابوه في المزرعة وبيحكي له عن مشروعه والاختراع اللي عاوز يعمله، وبيوريه النموذج المصغر اللي عمله، وبعدها بيطلب منه انه يديهم العجلة بتاعته علشان يقدر يكمل المشروع. بس ابوه بيرفض وبيكسر له النموذج المصغر بتاعه، وبيقول له ان دي الحاجة الوحيدة اللي متبقية. تاني يوم بيكون ويليام وصاحبه جيلبرت بيشتغلوا في المزرعة، وبعدها بيقرروا انهم يجمعوا اصحابهم كلهم ويروحوا لاب ويليام يمكن يوافق يديهم العجلة ويكملوا اختراعه. وفعلا بيتجمعوا وبيحاولوا يقنعوا اب ويليام، بس هو بيرفض وبيمشيهم كلهم من المكان. وبالرغم من كده ويليام ما بيقاسش وبيبدأ يجمع في الادوات اللي هيحتاجها علشان يخترع طاحونة الهواء الكبيرة. وفي الوقت ده كانت ام ويليام عمالة تقنع فابوه انه يساعد
ابنه ويقف جنبه ويدعمهم ويديله العجلة، لأن حالتهم كده كده بائسة بالعجلة أو من غيرها. وبيروح أبو ويليام يتكلم مع ابنه ويديله العجلة اللي هو عاوزها، وبعدين بيحاول ويليام إنه يقطعها بالشكل اللي هيحتاجه في الطحونة. وفضل ويليام يذاكر ويشتغل أيام طويلة، وأهل القرية أمنوا بيه وبدأوا يساعدوه إنه يصنع طحونة الهوا الكبيرة. وبعد أيام شغل قدروا إنهم يصنعوها فعلا، وفضلت شغالة لحد ما وصلها ويليام بالماسورة، وكانت النتيجة إن المية جت في المجرى اللي ويليام صنعه مع أهل القرية. وساعتها أهل القرية فرحوا جدا وبدأوا يزرعوا، وكان أبو ويليام فخور بيه جدا وزعلان من نفسه إنه مساعدهوش ودعمهم من الأول. وبعد وقت طويل بنشوف القرية وهي مزدهرة مرة تانية بسبب طحونة الهوا اللي صنعها ويليام، وبنعرف ان الرئيس مات، وده اداهم امل لعصر احسن وافضل مع الجيل اللي جاي اللي زي ويليام. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.